يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما شاء الله، هذا منين؟ من غينيا. جاي من قرية من قرى غينيا في جنوب غينيا. كم تبعد من هنا؟ خمس آلاف كيلو متر. لماذا أتيت من ديار بعيدة 5000 كيلو تبتعد؟ تدرس القرآن. تدرس القرآن؟ الله. ساكن هنا؟ نعم ساكن. راح نشوف سكنه، خليه يذهب معنا. نذهب إلى بيتك أحمد. بسم الله، خرجنا من المسجد، نذهب إلى بيت أحمد. يا عالم الغيب، ذنبي أنت تعرفه، وأنت تعلم إعلاني وإسراري. من هذا البيت؟ أنت تسكن هنا؟ كم معك طالب في هذا البيت؟ 20 طالبا في هذه الغرفة، وهذا سكنكم، وهنا نومكم، وهنا أكلكم، وهنا كل شيء. نعم كل شيء. يا الله، كل هذا لأجل القرآن. أقسم بالله العظيم إن العين تدمع، والله العظيم إن تخنك العبرة وتبكي غصب. يا الله، 5000 كيلو أتاها قضاها كل هذا وهذا السكن وهذه الحياة فقط لأجل القرآن. والله ما لنا عذر حنا إذا قصرنا مع القرآن، والله ما لنا عذر. لا تقول لي مشغول، لا تقول لي والله العظيم ما تهيأ لي، لا في مكانك في بيتك تقدر تقرأ القرآن. هذا المطبخ؟ هذا المطبخ؟ نعم. مطبخكم أم المطبخ معهم في نفس الغرفة؟ هذا سكن أحمد؟ نعم. هذا حفظه، وهذه كتبه، هذه ملابس، وهنا يأكلوا في غرفة واحدة. قال لهم اجتمعوا لأجل القرآن.